دكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. أهلا بيك دكتور مجدي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أسألك أولا عن لقائكم بالدكتور أحمد عماد، أهم ما تحدثتم معه ويعني من ملفات، خاصة أنه عنده بعض التصريحات متعلقة بخفض أسعار دواء أو حتى يعني تحليله لمنظومة الصحة في مصر ومنظومة التأمين الصحي. هو الحقيقه كان من المحور من المحاور هو محور الادويه، واحنا قلنا ان هنرفع سعر بعض الادويه ووافقنا على هذا علشان تتوفر للمواطن بدل ما يجيب بديل غالي، لكن في نفس الوقت كان لنا طلب ملح وحدد جدا ان يتعمل دراسه لاسعار الادويه اللي نكسبها بيزيد عن 500% احيانا، لابد ان تنخفض لان في مواد خام قل سعرها، في حاجات كتير قلت لها فلابد انها تنزل. وبالتالي بداوا الحقيقه الوزاره او هيئه الصيدله او الهيئه المركزيه للصيدله في الوزاره بحسابات دقيقه، في 75 دواء المفروض هينزل سعرهم ولسه في بعد كده ادويه هتنزل سعرها. بالشكل ده المواطن هيشعر او يستشعر انه ما هياش رفع للاسعار بس مجرد رفع للاسعار، لكن هي رفع لبعض الاسعار وخفض لبعض الادويه الثانيه عشان يبقى في نوع من التوازن في السوق. طب دكتور مجدي، هل سالتوه عن بعض الادويه اللي مش موجوده تقريبا في السوق واللي الناس بتعاني من ده، خاصه ان الوزاره يعني كانت بتقر بانه ده صحيح؟ لا، هو في طبعا 1470، يعني مش سؤال، ده معلومه حقيقه كبيره، في 1470 دواء مهمين جدا 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 ما كانوش بينتجوا فعلا، ولا الشركات بتطلعهم ولا موجودين في السوق، وكل اساليب الرقابه اللي موجوده ما كانتش بتجبر الشركات على انها تخسر خسارات كبيره، لان التسعيره دي من 95، دي نقطه لازم الناس تعرفها، ان تسعيره الادويه دي من سنه 1995، غير معقول انه يستمر الشركه في خسارتها بصفه مستمره وتنتج المنتج الرخيص ده، يعني في منتجات ب 75 قرش و100 جنيه ونص و2 جنيه، مستحيل النهارده في 2016 بتجيب ثمنها او بتجيب تكلفتها فبتخسر، فبطلت الشركات تنتج هذه الادويه، ودي كان ادويه زي ما بقول لك 1470 منها ادويه مهمه جدا جدا جدا، وفي ادويه حيويه جدا، وفي محاليل حيويه جدا للعمليات الجراحيه، في حاجات كتير قوي الحقيقه كانت انتهت واختكت من السوق رغم كل الضغط عليهم انهم ينتجوا. بس يا دكتور مجدي، انا اسال مقاطعه حضرتك، ولكن النقص اللي بنتحدث عنه، احنا بنتحدث انه هذه التقارير يعني طلعت بعد ما تم الاعلان عن رفع سعر بعض الادويه. ما هو الحقيقه احنا مشكلتنا ان احنا يعني عندنا ربنا سبحانه وتعالى عمل الدنيا في 7 ايام واحنا عايزينها تعمل 3 ساعات. الحقيقه يعني قرار طلع متخيل ان الشركات هتنتج وهتغرق السوق يعني مستحيله هتاخد، يعني دكتور مجدي حضرتك بترجع نقص هذه الادويه اصلا لان هي مش موجوده اصلا في السوق، مش عشان خط انتاجها وقف، خلاص خط انتاجها وقف تماما من زمان، في ادويه كتير خط انتاجها وقف، يعني الشركات خسارتها فيها كبيره جدا فوقفتها، وفي على فكره ادويه في خلال اقل من 30 جنيه ما كانتش بتخسر، كانت بتكسب. طيب يعني دكتور مجدي، اسال ايضا حضرتك على يعني قانون المتعلق بالتامين الصحي وتصريحات الدكتور احمد عماد بخصوص انه سبب يعني رئيسي من تدهور الخدمه هو عدم وجود اطباء. طبعا، وعدم وجود اطباء، لان احنا عندنا 30% نقص في الاطباء بالاضافه لعدم وجود مرتبات كافيه للطبيب عشان يشتغل فعلا بشكل واضح وبشكل طيب. احنا عندنا حاجتين، نقص في الاطباء ونقص في دخل الاطباء، وده بيخليهم ما يشتغلوش فعلا، لانه من غير المعقول انه طبيب يشتغل يوم بحاله وفي الاخر ما بيحصلش 25 جنيه 30 جنيه. يعني لو هو بياخد 1500 جنيه او 1400 جنيه في الشهر، غير معقول ان طبيب يشتغل ب 1400 جنيه او 1500 جنيه ونطالبه بانه يبقى سعيد ومبتسم ويعالج الام الناس، اذا كان هو متالم اصلا، اذا كان هو مش قادر يعيش. هل في تشريع متعلق او قرارات يعني في عندنا مشروع بقانون للكوادر الطبيه عشان نخلي مرتباتهم ونخليها بالتعاقدات، ما تبقاش بمرتبات يعني ما هياش ثابته لكن بتعاقدات تزود دخل الطبيب بحيث تخليه يشتغل وهو راضي عن شغله وراضي عن اللي بيأديه، وفي نفس الوقت اقدر احاسبه بعد كده اذا ما كانش بيدي كويس. طيب وماذا عن التامين الصحي؟ التأمين الصحي هو ده المستقبل، احنا لسه في خلال اللي بنسميه الحوار المجتمعي، يعني احنا كلجنة صحة بندرس المشروع مع كل الجهات، مع النقابة، مع الوزارة، مع المجتمع المدني، وهنبدأ نشوف نعد لمشروع قانون يبقى الحقيقة نتمنى يبقى تحويل وطفرة في حياة. ما فيش بلد في العالم ما فيهاش تأمين صحي شامل. مفيش بلد في العالم ما فيهاش تأمين صحي شامل، ومفيش منظومة صحية هترتفع وترتقي إلا التأمين الصحي الشامل.
انا بشكرك شكرا جزيلا. ده لابد منه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.